يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 34، الصغرى 24، اسكندرية 30 24، مطروح 29 23، سعيد 31 25، الإسماعيلية 35 26، وجوها حار. بالنسبة لي السويس 34 24، العريش 32 25، طابة 33 25، شرم الشيخ 36 28، الغردقة 37 28، وجوها أيضا حار. بالنسبة لي الأقصر 37 27، أسوان 38 28، الوادي الجديد 38 26، شلاتين 36 28، حلايب 33 28، وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.